للأشخاص يلي بيحلموا بالعيش أو على الأقل بالقيادة مثل جيمس بوند، الفرصة موجودة اليوم ل 25 شخص لتحويل الحلم إلى حقيقة، بعد ما كانت أعلنت أستون مارتن إنها رح تبني 25 نسخة أصلية من الدي بي 5 الشهيرة اللي اشتهرت بفيلم جولد فينجر عام 1964. وقامت شركة تصنيع السيارات البريطانية بالتعاون مع إيون برودكشنز يلي بتنتج أفلام 007 ببناء سلسلة من 25 نسخة من الدي بي 5 جولد فينجر مع أدواتها الكاملة المستعملة بالفيلم. ميكانيكياً رح تكون السيارات الجديدة متطابقة مع الدي بي 5 الأصلية بمحرك سعة 4 لتر بينتج 280 حصان، بتدفعها للتسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة ب 7.1 ثواني لتنطلق بسرعة قصوى بتبلغ 238 كيلومتر بالساعة. ورح يكون ثمن امتلاك وحدة من هالجميلات الفضيات اللون 3.5 مليون دولار. واللافت انه الدي بي 5 لا تزال السيارة النهائية لجيمس بوند بعد سنوات عديدة، ولطالما كان امتلاك هالسيارة طموح لعشاق جيمس بوند، ولكن امتلاك سيارة الدي بي 5 الفضية الخاصة ببوند الكاملة مع الأدوات ومصممة وفقا لأعلى المعايير بنفس المصنع ومتطابقة للسيارة الموجودة بالفيلم هو بالتأكيد شيء من الخيال. ليبقى السؤال عن هوية العملاء ال 25 المحظوظين اللي رح يحصلوا على هالقطعة النادرة مقابل أكثر من 3.5 مليون دولار.